السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمشروع تاع المقر نتاع الإدارة نتاع جامع الجزائر، واللي يقع بالقرب من الجامع في حد ذاته. وهذا المقر الجديد هو سوف يستعمل في كل الوظائف الإدارية والتسييرية، ماناجيريال كما يعني طريقة التسيير نتاع الملحقات. لأن لا ننسى أن جامع الجزائر ومش مجرد مسجد للصلاة، لكن فيه ملحقات كثيرة وكبيرة جدا، كالمكتبة وشبه كلية للبحوث الإسلامية، ومتحف، وكذلك أماكن للإيواء، فروع للإيواء الطلبة، وفيه يعني عدة ملحقات. إذن باش نسير كل هذه الملحقات، زائد التسيير التقني، يعني بتوفير الكهرباء والإضاءة والصيانة والنظافة، يعني في أمور كثيرة تحتاج إلى أن يكون لدينا إدارة محكمة. والبناية هذه اللي راهي قيد الأشغال هي تضم كل هذه الفروع، تبش المجمع هذا يؤدي الوظيفة ديالو على أحسن وجه. لازم تكون فيه إدارة تسير هذا المجمع الديني والثقافي والحضاري للجزائر. إذن نترككم تتابعون، تبقى من هذا الفيديو. السلام عليكم.